احنا مؤتمر الصحفي لمعرض تمويل السيارات. أشكر كل الوكالات المشاركة بهذا المؤتمر، وإن شاء الله هذا المؤتمر يعطي عائد حق البنك وحق عملاء البنك وعملاء غير عملاء بنك وربا، وهذا يساعدنا على تطوير. وبنك وربا يعني طول الفترة هذه أو الخطة الاستراتيجية اللي احنا حاطينها ان نساعد على حلول لحق العملاء، ان نطور ان نحاول ان نوصل حق المتطلبات ملوت العملاء علشان نقدر نوصل حق تحقيق لأهدافهم او الاشياء اللي يطلبونها. اليوم احنا سعداء في الاعلان عن انطلاق معرض الاوتو شو، وهذا المعرض يعتبر الاول من نوعه في دولة الكويت. ان شاء الله راح يكون هناك العديد من العروض والمفاجآت اللي يقدمها بنك وربا في السوق المحلي والذي يخص قطاع السيارات. أوتو فاينانس شو هذا المعرض الأول التمويلي بالكويت، معانا معظم شركات الوكالات السيارات مشاركة، عندنا من شركة هوندا، جيب، رام، شروكي، فورد، ليكزس، تويوتا، معظم الوكالات مشاركة معانا في المعرض. المعرض هدفه تقديم الحلول التمويلية للمواطن والمقيم على حد سواء، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع بإذن الله بالمعرض، ونحب نشوفكم إن شاء الله بالمعرض خميس جمعة سبت. إن شاء الله باكر راح نبدي المعرض في مارينا كريسنت من يوم التاريخ 8 إلى 10. هذا المؤتمر شارك فيه وكالات من نخبة الوكالات السيارات العالمية، وهذا يساعدنا كبنك وربا في تطوير تمويل السيارات.